السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. مرحبا بكم مع وصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم صينية ديال الدجاج بالخضار في الفرن بتتبيلة اللي كتجي جديدة بزاف وسهلة التحضير. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وفرجة ممتعة. على بركة الله عندنا في المكونات، عندي هنا الدجاج بعد ما نقيته، عندي واحد 3 الحبات ديال البطاطا نقيتها وقسمتها على جوج، عندي واحد 4 الحبات ديال الفلافل اللي هما صغار، نص كاس ديال عصير ديال البرتقال، واحد بصلة مشلضة رقيق، معلقة حتى لجوج معالق ديال ياغورت طبيعي او القشدة الطرية، انا درت ياغورت طبيعي، جوج دروس ديال الثومة، معلقة صغيرة ديال لاموطارد او الخردل، معلقة صغيرة ديال الملح، نص معلقة صغيرة ديال التحميرة او البابريكا، نص معلقة صغيرة ديال الكركم او الخرقوم، نص معلقة صغيرة ديال سكنجبير، نص معلقة صغيرة ديال الابزار، واحد شوية ديال القرفة اقل من نصف معلقة، واحد معلقة كبيرة ديال صلصة الصوجة، ومعلقة صغيرة ديال الزعتر. دابا غادي نبدا لكم مع الطريقة. اول حاجة كناخد واحد الاناء كندير فيه الزعتر، صلصة الصوجة، شوية ديال القرفة، الإبزار، سكنجبير، الخرقوم، التحميرة والملح. غادي نضيف عليهم ياغورت طبيعي، ممكن نعوضو بالقشدة الطرية، غادي ندير عصير البرتقال نص كاس، وغادي نحك عليهم الثومة. دابا غادي نخلط هاد العطرية هادي مع عصير ديال البرتقال، على هاد الصلصه هادي. دابا غادي ناخذ الدجاج غادي نشرملو في هاد العطريه، الدجاج على حساب عدد الاشخاص، وغادي نخليه في هاد التتبيله هادي او هاد العطريه هادي. من الاحسن نخليو ليله كامله، ولكن الا كنا زربانين من الاحسن نخليه واحد ساعه. بعد ما غطيتو غادي ندخلو الثلاجه. ها هو الدجاج بعد ما شرب ليا الشرموله. دابا غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي ندخل الفرن، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده او الزيت. هنا غادي ندير البصله هي الاولى، من بعد غادي ناخذ الدجاج اللي ديجا شرملتو وغادي نوضعو على هذا الشكل. غادي ناخذ البطاطا اللي ديجا قسمتها على جوج وغادي نفلحها على هذا الشكل. كتلاحظوا وغادي نديرها في الشرموله اللي بقات عندي نفس الطريقه. كتلاحظوا نحاول ما نعطوش الموس حتى الاخر باش ما تقسمش لينا البطاطا.
هي غير مفلحة. من بعد ما شرملتها في هاد الصوص اللي بقات عندي غادي نزيدها في الطاوة ديال الفرن. دابا غادي ناخذ الصوص اللي بقات عندي وغادي نديرها من فوق الدجاج والبطاطا. دابا غادي ندير شويه ديال الزيت تقريبا واحد جوج معالق كبار وغادي نزين بهاد الفلفل. من بعد غادي ناخذ واحد معلقه صغيره ديال الزبده ونحاول ندير واحد شويه فوق الدجاج. كذلك البطاطا. دابا غادي نغطيها هذا الشكل ندير ليها طاسيه الومنيوم. ندخلها الفرن اللي غادي نشعلو من التحت والفوق في انتظار الدجاج اللي دايره في الفران يطيب. غادي نصوب معكم واحد الرز اللي غادي نرافقو به داك الدجاج اللي كيجي زوين بزاف وسهل في التحضير ديالو. فيه في المكونات ديالو واحد خيزوه مقطعه مربعات صغار او جزره، نص فلفله خضراء مقطعه كذلك مربعات صغيره، نص فلفله حمراء كذلك تاهي مقطعه مربعات صغيره، واحد شويه ديال الجلبانه، واحد نصف بصله صغيره مقطعه رقيق كذلك، واحد كورجيطه تاهي مقطعه مربعات صغيره، واحد مطيشه او طماطم حيت ليها الزريعه ديالها وقطعتها كذلك مربعات صغيره، واحد ضريس ديال الثومه محكوك. انا عندي الارز اللي هو عادي كلاصي عادي ابيض ماشي الاصفر، نورمالمون كنستعمل الاصفر ولكن ما متوفرش عندي، ودرت هذا الارز اللي هو كلاصي ولكن ابيض. دابا غادي نضيف عليهم الزيت البلديه مع الزيت الروميه تقريبا واحد 3 المعالق كبار. غادي نضيف عليهم الملح معلقه صغيره ونحاول نقلي هاد العناصر كلها حتى يتقلاو عندي مزيان. عاد نضيف التوابل تقليه مزيان. دابا غادي نضيف نص ديال الضامه ديال الدجاج، واحد نص معلقه ديال البزار معلقه صغيره، واحد شويه ديال القرفه ما تكثروهاش، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. انا غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الحار حتى هو اختياري. هنا بعد ما تشحر الارز مع الخضار والتوابل مزيان، دابا غادي نقص العافيه حتى الحد وغادي نضيف الماء.
غادي نحركو على هذا الشكل باش يتقاد. دابا غادي نغطيه بالبابيي الومنيوم كما كديكم. دابا نقصت على العافيه حتى للحد، يعني تكون مهيله بزاف باش يطيب على خاطر. دابا غادي نديرو في الطباسل ديال التقديم، هنا غادي نديرو في هاد الزلافة باش ياخد ليا الشكل ديالها. ناخد الطبسيل ندورو على هاد الشكل. هنا غادي نزينهم بشوية ديال الجبن اختياري، فرماج محكوك، وشوية ديال المعدنوس. هنا بعد ما طاب عندي الدجاج غادي نزول ليه البابيي، غادي نشعل ليه دابا غير من الفوق باش يتحمر ونخرجو باش نقدمو معكم. هو الدجاج بعد ما خرجته من الفرن كي كيجي خليته حتى تحمر مزيان، دابا غادي نقدمو لكم واحد الطبق ديال التقديم. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله، لانه فعلا كيجي المذاق ديالو رائع، بخصوص انه طيب في عصير ديال البرتقال بدون ما نضيف ليه الماء. طيب في عصير البرتقال بوحدو. على فكره هاد الفلفله راه حلوه ماشي حاره، غير الحجم ديالها صغير. وهذه هي الفكره ديال وجبه الغداء اللي وجدت معكم اليوم، صحيه وسهله التحضير. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتطبقوها وتعطيوني الاراء ديالكم في التعليق، وما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد الى فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.